جامعة المنصورة من أوائل الجامعات اللي تبنت سياسات لمناهضة العنف ضد المرأة. بدأت جامعة المنصورة في تبني السياسات دي في 2017 عن طريق لجنة تمكين الفتيات، وبعد شغل استمر أكتر من 3 سنين بقت وحدة كاملة لمناهضة العنف ضد المرأة. الوحدة بتسلط الضوء على العنف ضد المرأة بشكل عام والتحرش بشكل خاص. التحرش ليه أشكال كتير، من اللفظي والجسدي والأخطر على الإطلاق، واللي انتشر كتير جدا مؤخرا التحرش عبر الإنترنت، وده صورة من صور العنف الرقمي زي إرسال التعليقات، الرسائل أو الصور والفيديوهات الغير مرغوبة أو المسيئة والغير اللائقة عبر وسائل الاتصال وشبكة الإنترنت، وده يعاقب عليه القانون. جامعة المنصورة النهاردة بتعلن عن تبنيها لسياسات صارمة في أي تجاوز يصدر في حق أي امرأة داخل الجامعة، وكل ده جاي تزامناً مع حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة